مباراة ثقافية، مباراة وعي. فإن رأيت أناسا نتبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله كلام فيه مبالغة وفيه شك. اللي أقصده لما تقرأ القرآن إيه؟ أن النصر دائما شيء مفاجئ. اوعوا حد يضحك عليك، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي سنتناول فيها دور كتاب دعاة لا قضاة الإخواني الخاص بالإخوان المسلمين في إنجاح الانقلاب العسكري الصليبي في مصر، وكيف إن هذا الكتاب قدم أكبر خدمة للسيسي ولعسكر الصليب وللأمريكان ولليهود وللنصارى، ولا يزال هذا الكتاب بما يروجه من عقيدة المرجئة الفاسدة الضالة المضلة، لا يزال هذا الكتاب يحول المسلمين في مصر إلى خراف للذبح فقط. بينما رفض ورفض الشعب التركي المسلم لعقيدة المرجئة الواردة في هذا الكتاب هي التي جعلته ينتصر على الانقلاب العسكري في تركيا المسلمة. الموضوع باختصار شديد أنه أي ثورة في العالم أو أي انتصار على عدو، انتصار أي ثورة لابد تقوم على أمرين اثنين لازمين، إن اختفى أحدهما أو تخلف أحدهما فشلت الثورة تماما. الأمر الأول هو فكرة المعسكرين، يبقى المجتمع يقسم إلى معسكرين، نحن وهم، إحنا شعب وإنتوا شعب. والأمر الثاني هو الحسم العسكري، الحسم بالقوة المسلحة. على سبيل المثال ونراجع كل الثورات سواء الإسلامية أو الثورات عند النصارى واليهود والأمريكان وما إلى ذلك، الذي حدث لما تيجي تنظر في صدر الإسلام، المجتمع انقسم في مكة إلى فسطتين معسكرين اثنين، معسكر المسلمين ومعسكر الكفار. ثم حدث حسم عسكري، صراع مسلح بين الطرفين. هذا الصراع المسلح انتهى إلى هزيمة معسكر الكفار، قريش ومن معها في فتح مكة وحنين والطائف وما إلى ذلك، كل هذا يعني حدث حسم عسكري. لكن المجتمع إيه؟ إما أن تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون مع الكفار، أنت مع مين؟ والذي ينضم وكل المعسكرين بينهم حالة عداء، ما فيش بقى لا هم أخواتنا ولا هم حبايبنا ولا هم كذا، لأنه المسلمون وحتى الكفار لما في غزوة بدر لما وقفوا والتقى الجيشان، الكفار نادوا على المسلمين وقالوا أخرجوا لنا إيه أولادنا، يعني أخواننا وأعمامنا والناس دي كي نبارزهم. شوف عقيدة الولاء والبراء عند الكفار ظهر إزاي، وكذلك عند المسلمين، كان المسلمين جنود المسلمين يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم من الكفار، والكفار يقاتلون أبناءهم وإخوانهم من المسلمين. ففيه قسمة، المجتمع مقسوم اثنين، ثم حسم عسكري. الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية بقى معسكر الجمهوريين العلمانيين في باريس ومعسكر الملك والكنيسة ناحية أخرى، ثم حدث حسم بالقوة المسلحة. يعني الشعب الفرنسي ذهب إلى سجن الباستيل مش عشان يعني يكسر رمز القيود، لا، لأنه كان يريد البارود والمتفجرات، وراح اقتحم مخزن الأسلحة والبنادق، وبعد كده راح يجيب البارود بتاعه البارود في مكان آخر ويعمر البنادق، واشتغل الشعب حمل السلاح. النساء في باريس كنا يحملن السلاح، طبعا النساء في مصر بيعملوا ايه؟ الرجاله حتى بيعملوا ايه؟ بيرفعوا البلالين. ففي فرق بين شعب يرفع السلاح وشعب بيرفع البلالين. فبعد كده شعب البلالين يسال، هو احنا ليه اتهزمنا؟ اين نصر الله؟ لماذا لم ينصرنا الله؟ وربنا بينصر ناس بتعمل البلالين؟ لا طبعا، ازاي يعني؟ هو المسلمون في صدر الاسلام رفعوا البلالين؟ قابلوا الكفار قال لهم سلميه سلميه، تعالوا اقتلونا واحنا مش هنعمل لكم حاجه؟ هل في أحد من المسلمين في غزوة بدر قال لهم كفوا أيديكم عن الكفار إخواتكم أبنائكم؟ كل هذا الكلام الدجل، وسنأتي لذلك. هذه الثورة الفرنسية. الثورة الأمريكية حدث معسكرين الموالين لأمريكا أو للضرائب في ذلك الوقت والموالين للإنجليز أو بريطانيا، معسكرين ثم حسم عسكري. الثورة الإنجليزية حدث معسكرين، المجتمع انقسم اثنين، معسكر المؤيد الملكية
ومعسكر البرلمان البرلماني قوات البرلمان، وظل حسم عسكر القتال 10 سنوات في بريطانيا، بعدها طبعا الامبراطوريه الايه البريطانيه التي رايناها، والثوره الفرنسيه عقبها قيام الامبراطوريه الايه الفرنسيه. يعني انت تلاحظ ان عقب قيام اي ثوره في مجتمع تقوم امبراطوريه. الفرنسيه الثوره الفرنسيه جابت الامبراطوريه الفرنسيه، الثوره البريطانيه جابت الامبراطوريه البريطانيه، الثوره الامريكيه جت بالامبراطوريه الامريكيه القائمه حتى الان، الثورة الروسية بقى فيه معسكر الرأسماليين ومعسكر الشيوعيين، وحدث قتال وحسم عسكري 5 سنوات قتال. بعدها قامت الامبراطورية الشيوعية اللي هي الاتحاد السوفيتي الذي رأيناه. الثورة الإيرانية حدث اللي هو المعسكرين، معسكر الشاه والعلمانيين ومعسكر الخميني والناس دي رجال الدين الملالي، وحدث حسم عسكري كما رأينا، ودخلوا طبعا ضربوا الجيش بالأربجهات واقتحموا السكنات وما إلى ذلك، وشنأوا قط الجيش كده في الشوارع، تمام. وقامت الإمبراطورية الفارسية اللي هي ممتدة اليوم من صنعاء، مسيطرة على صنعاء وبيروت ودمشق وبغداد وبتلعب حتى في أفغانستان، الإمبراطورية الفارسية. رجع الثورات حتى احنا صدر الإسلام لما حدثت، يعني لأنه كانت هؤلاء كانوا عرب عاداتهم واحدة تقاليدهم واحدة، لكن الإسلام هنا أقام ثورة بالمفهوم الحديث. أعقب هذه الثورة قيام إمبراطورية إسلامية ضخمة جدا في عهد الخلفاء الراشدين وبني أمية والعباسيين وما إلى ذلك. إذن أنت كي تهدم هنا، كي تهدم هذه الفكرة العقيدة، كي تمنع، احنا عاوزين نمنع قيام ثورة. هنا الأمريكان المخابرات الأمريكية والبريطانية وعملائها من المخابرات المحلية قالوا خلاص احنا لا نريد المسلمين أن يقوموا بثورة، إذن نعمل إيه؟ نهدم فكرة المعسكرين عند المسلمين. اثنين، نعمل نجردهم من السلاح ونجعلهم يكرهون حمل السلاح أصلا، نجعل المسلمين يكرهون القوة. القوة حاجة وحشة، القوة عنف. إزاي تكون قوي؟ نسمي القوي عنيف، نسمي استخدام القوة استخدام العنف، نسمي اللجوء للقوة اللجوء للعنف. كل دي مصطلحات المخابرات الأمريكية. فلما تجدون شخصا يرددها حتى لو من معسكر الشرعية، قولوا له على فكرة أنت ملعوب في أساسك، أنت ملعوب في إيه؟ في أساسك. فالذي حدث هنا سيد قطب الله يرحمه قال إن هو نريد قيام ثورة إسلامية. كيف يا عم سيد قطب؟ جاء في معالم الطريق وفي ضلال القرآن كتب سيد قطب كلها، قال في معسكرين، معسكر المسلمين ومعسكر الكفار، ثم يتم الحسم العسكري. ده سيد قطب. من هم معسكر الكفار؟ قال الكفار هم الموالين لأعداء المسلمين الذين يوالون اليهود والنصارى ويقاتلون المسلمين، هؤلاء كفار. صدقون. وهتجد ان هذا ما حدث في الانقلاب العسكري في تركيا، لما قوات الانقلاب العسكري خرجت الى الشارع، الشعب التركي المسلم قال لهم انتم موالين للمخابرات الامريكيه، انتم كفار، ما لكوش دي عندنا، الاشتباك حتى الموت وضربوا الرصاص في الشارع والحسم العسكري. هنا الشعب التركي بقى الحاجه الثانيه ايه؟ الحسم العسكري. فصدقون بقى المجتمع يقسم الى المسلمين اللي هو الشعب العموم المسلمين، والكفار هم الموالون للايه؟ للامريكان واليهود والنصارى المحاربين للمسلمين، اللي يوالي هؤلاء يحارب المسلمين يبقى ليس من المسلمين. والامر الثاني سيتم حسم هذه الامور عسكريا. هنا جن جنون الامريكان وجن جنون الانجليز وجن جنون المباحث العامه اللي كانت مباحث امن الدوله في عهد جمال عبد الناصر، كان اسمها المباحث العامه قبل ان تسمى المباحث الايه؟ قبل ان تسمى مباحث امن الدوله في عهد انور السادات. حتى تقرير المخابرات البريطانية الخاص بجماعة الإخوان المسلمين في هذه العام الماضي أو هذا العام تقريبا، قال إنه جماعة الإخوان المسلمين صحيح إن هي تركت فكر سيد قطب اللي هو الفكر الإسلامي الصحيح، ولكنها لم تدينه بشكل قاطع. يعني لابد الإخوان المسلمين يطلعوا كده يقولوا سيد قطب ده ابن 70 80 يشتموا سيد قطب ويطلعوا روح أبوه. هنا الذي حدث لما الناس دخلت السجون وقال لك اصل في تكفير وما كانش في تكفير، كل انا قريت البوابه السوداء لاحمد رأف، واقروا اهو احمد رأف اللي كان موجود، هم كانوا 30 واحد الذين يعني كل ال 20,000 اسير مسلم في السجون كلهم، ده احمد رأف الذي كتب هذا، ارسلوا بقى ارقيات تأييد لجمال عبد الناصر واحنا معاك وانت زعيم الجماهير. طبعا هذا ليس سند عليهم لانهم اسرى، يعني مش هنقول الاخوان المسلمين في ذلك الوقت في السجون ايدوا جمال عبد الناصر، لانه الاسير مكره وبالتالي كل ما يصدر منه يهدر. لكن الذين رفضوا 30 واحد الذين رفضوا مبايعه جمال عبد الناصر او تأييد جمال عبد الناصر في 65 وما بعدها 1965 وما بعدها 30 واحد منهم المفكر الاسلامي الكبير محمد قطب اخو سيد قطب الله يرحمه.
فالتلاتين واحد فين بقى التكفير ومش التكفير والكلام ده كله؟ ممكن شكر مصطفى عادل. المهم وانا بقول لك اهو احمد رائف موجود. الذي حدث ايه بقى؟ هنا المباحث امن الدوله قررت ان تقوم دي. طب فكره تقوم ثوره اسلاميه في البلد، هيختلع نظام عسكر الصليب في البلد. سيد قطب قال للمسلمين ايه الموضوع؟ هنا جاءت المباحث بحسن الهضيبي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت له يا عم حسن تعال اعدم لنا الفكر الإسلامي الصحيح الذي يقوله سيد قطب، وانشر لنا عقيدة جديدة بين هؤلاء المسلمين، انشر لنا عقيدة المرجئة، وعقيدة المرجئة دي هتهدم وتمنع قيام أي ثورة خالص، هتخلينا نذبحكوا وتقولوا تسلم الأيادي يلي بتذبحونا. وهذا ما يحدث الآن. الآن الكثير من قيادات التيار الإسلامي تقول تسلم الأيادي عسكر الصليب على ذبحنا. وأنا لو حد عاوز يعمل مناظرة أنا جاهز أناظره وأثبت لكم أن كثير منهم يؤيدون عسكر الصليب. اللي عاوز يناظرني أهلا وسهلا، أنا جاهز للمناظرة، عشان الواحد يعني طفح الكيل مما رأيته وشاهدته. ده لو واحد اول ما بيجي يتكلم عن العسكر بالحق بيلوم ولاعه، انتوا ايه غيرتكوا على العسكر؟ خلوا عندكم غير على اراضي المسلمات. ده انا اول ما اقول كلمه حق عن العسكر وهزائمهم وفضائحهم كان انت ولحت في جسمهم بنار. والله مش عاوز اقول يعني نماذج كثيره رايتها عندها غيره على العسكر اكثر من غيرتها على الاسلام. طبعا الناس المحترمه تم افقارها، تم لا تجد عملا لا تجد رزقا لا تجد مالا، للناس المحترمه وهم كثر يعني هم الاغلبيه، ولا نسمع لهم صوتا لانه الناس مقطوع عنهم الميه والنور والكهرباء وكل حاجه يا جماعه. زي حالاتنا، هو انا لو حالاتنا يعني مش اعلام ومتخصص في الاعلام كان حد هيسمع بيعرف ان انا موجود اصلا؟ حتى اذا كنت نظيف وشريف وكلام من ده واخد موقف صح كان حد هيشعر؟ ولا حد هيشعر. فربما ممكن تخصصي او غيره عندهم خبره في هذا المجال فظهر صوتهم، لكن الشرفاء كثيرون، ولكن بقول لكم مقطوع عنهم المال والعمل والميه والكهرباء والنور وممنوع سماحهم وحرب شرسه. المهم هذا موضوع اخر. وانا جاهز لمن يريد المناظره اهلا وسهلا يجي وانا ناظره. فنعود مرة أخرى، مباحث أمن الدولة قام قلنا قالوا تعالى اعمل لنا عقيدة المرجئة. وهذا الكلام أنه مباحث أمن الدولة هي التي أتت بالأستاذ حسن الهضيبي. حسن الهضيبي هقول لك موقفه بعد، بس بعد نسمع ابنه المستشار مأمون الهضيبي وكان مرشد بعد ذلك، والدكتور المجاهد الأسير محمد بديع اللي هو المرشد الحالي، وهما يتحدثان أن مباحث أمن الدولة هي اللي جابت لنا حسن الهضيبي، وهي اللي كانت بتنقله بين السجون كي يروج لفكر المرجئة اللي هو هذه الأوراق. فلنسمع ثم نعود. دعاء لا قضاء كتب أساسا ونحن في معتقل طرة السياسة في أواخر سنة 68 تقريبا. حسن الهضيبي رحمة الله عليه كتب كتاب وهو في السجن أيضا، كتب كتاب دعاء لا قضاء. وأقوم لمن يناوئ هذه الدعوة، هذا هو الأستاذ حسن الهضيبي الذي وقف في وجه إصدار حكم بالكفر على مثل من قال هذه الألفاظ، وعذبونا وقتلونا وسجنونا بل ودفنونا ودفنوا بعض إخواننا وهم في الرمق الأخير. بعض الشباب كان قد أصدر عليهم حكما بالكفر، والذي وقف في وجه إصدار هذه الأحكام بالكفر عليهم هو الأستاذ الهضيبي المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، أي أنه قد دافع عنكم في موقف شرعي لصالحكم. فوجئنا يوم بحملة زي ما بيسموها واحنا في المعتقل، وفوجئنا بانهم هيجيبوا الاستاذ المرشد انذاك حسن اسماعيل الهضيبي من ليمان طرة الى معتقل طرة السياسي، وفعلا جابوه. وكانت مسألة التكفير دي واخدة مناقشات حادة جدا بين الاخوان المعتقلين في معتقل طرة السياسي. فلما جاء الناس ما بقتش متصورة انه هيبات ليلة واحدة وهيسبوه بينهم، فكانوا يعني في غاية الشوق انهم يعرفوا آراءه في الحكاية دي. وفعلا يعني سألوه فهو بقى يستغرب من هذه الدعاوى، وخاصة ان كان منسوب اليه انه يعني اعطي
هذا الفكر ووافقه ووافق عليه واعتمده ويعني وقال ان هذا فكر كل المسلمين. وبعدين ناقش اللي حصل انه بقي معنا لفترات يعني بعد ذلك. فلما سمع من بعض الناس الاخوه او بعض المقبوضه المسجونين او المعتقلين هذا الفكر قال لهم الله احنا دعاء مش قضاة، انتم كانكم الان تقضون على الناس ونحن دعاء ولسنا قضاة. جلسنا لنكتب نسخ من كلام الأستاذ الغديري بخط أيدينا طيلة الليل كي يتم توزيعه على جميع سجون مصر، وقد كان وتم توزيع هذا البحث على جميع سجون مصر حيث لا يوجد الإخوان. فطالب أنه يعني تجتمع يعني نعمل بحث فقهي للرد على هذا المذهب. إذن هو الكتاب أو البحث كما قيل أنه بحث آنذاك، واستغرق نحو إعداد نحو سنة ونحن في معتقل طور السياسي وانتهى. ثم طبعا كانت الناس اللي بيعمل الذين يعملون في هذا البحث يعملون تحت إشراف المرشد حسن إسماعيل الوضيب المرشد آنذاك، وكان يعني يتابع ويوجه ويأمر يعني ويقول يحسب على هذا، إلى أن انتهى جمع بعض أصحاب هذا المبدأ وأعطاهم نسخ من هذا البحث وقال لهم أنا مسؤول عن كل كلمة فيه كهذا. وكتب هذا الأمر بوضوح وبصراحة وبدقة متناهية وبأدلة في وقت لم يكن يسمح فيه بأي ورقة تقرأ أو كتاب مهرب، وصلت إليه المعلومات الصحيحة الشرعية ودونها وسجلها في هذا البحث وأرسله إلينا في عنبر الإيراد في غرفة العيادة التي هي الوحيدة التي كانت بها لمبة كهرباء واحدة، مصباح كهربائي واحد في السجن كله، جميع جنازين الإخوان المسلمة. هنا نقطة خاصة بالأستاذ حسن الرضيبي. حسن الرضيبي الله يرحمه هو لو كان عميلا للأمن لقلت ذلك، وأنا بحثت في هذه الجزئية. الرجل كان مسلما صادقا مخلصا حقيقة يعني، وهو الذي نشر كتاب سيد قطب معالم في الطريق كما جاء في مذكرات، وهو قال لهم هذا هو صحيح الإسلام قبل أن يدخل السجن، وهو الذي ضعف يعني هو الذي وقف مع سيد قطب والله يعني جعل سيد قطب هو لكل شيء. لكن حسن الرضيبي هنا الناس تعذب والناس تقتل في السجون المسلمين وما إلى ذلك، فأنا في ظني أن حسن الرضيبي قام بالتعاون مع المباحث في أنه يدور على السجون وما إلى ذلك، وهذا البحث الضال المنحرف من أجل أنه هو يخفف عن هؤلاء الأسرى المسلمين سيقتلون ويهلكون. ووجد أنه ربما ده تفسيري لتناقض اللي حصل بين هذا أنه هو الرجل منين هو يولي سيد قطب كل شيء في الإخوان المسلمين، والذي ينشر كتب سيد قطب ويقول لهم هذا هو صحيح الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك ويفعل ويهدم كل شيء يخص سيد قطب، ولكن هو في السجن هو أسير. فطبعا أراد ينقذ هؤلاء الأسرى من السجون، وهو كتب بحث أو مش كان هو لم يكتبه إنما هم الذين كتبوا، يعني هناك آخرين كتبوه. ما أنا بقول لك كتاب لا تعرف مين اللي ألفه ولا أي حاجة في أي حاجة، كتاب كاتبه مجهول بإشراف مباحث أمن الدولة. يعني الشيخ أحمد ياسين لو في السجن الإسرائيلي حاليا وبعدين بيعمل تفسير للقرآن والمساد هي اللي قاعده تاخد التفسير تقول له ده تفسير الشيخ احمد ياسين وتلففه عليه، ده هذا يجعلني اتشكك فورا في التفسير. فالمهم راح الاخ فهو كتب الكلام ده للناس في السجن، اللي مش كتب كتب هذا الكلام اللي كتبوه مجهولين لناس في السجون اسرى في السجون. سنه 75 راح هم طبعوا، كان هو تقريبا توفى، طبعوا هذا كتابا لعموم المسلمين. ونعود ايه اللي خلاكم تطبعوا كتاب وضع كي ناس تخرج من السجن ويروحوا ينشروا، فنشروا عقيدة المرجئة الفاسدة حتى اليوم. لذلك الذين التزموا بفكر سيد قطب المباحث رفضت ان هي تكون لهم جماعة او الاخوان او ما الى ذلك. ما المشكلة في كتاب دعاء لقضاء؟ كتاب دعاء لقضاء يروج لعقيدة المرجئة، كيف بيهدم فكرة المعسكرين وبيهدم فكرة الحسم العسكري. أول حاجة كتاب دعاء لقضاء بيقول إن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد صار مسلما، له كل أحكام المسلمين، ولا يجوز إن احنا نحكم بكفره لأن احنا لا نستطيع أن نشك على ما في قلبه. يعني لو ساويرس الصليبي ولا تودرس الصليبي ولا جورج بوش الصليبي جاء وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا
أصبحت قيادات التيار الإسلامي أو غالبيتها أو بعضها أو كلها ما عندهاش إحصاء، بيقول لك ده أخونا في الإسلام، جورج بوش أخونا في الإسلام، إنه يقتل المسلمين في العراق، وماله أخونا في الإسلام مش قال لا إله إلا الله، إن قتله المسلمين حرب معاصي. السيسي أخونا في الإسلام. ولذلك أنا بقول لقيادات التيار الإسلامي، مش لقيادات الإخوة، لقيادات التيار الإسلامي، أتحداكم أن تطلعوا بيان أن السيسي كافر مرتد عن الإسلام. أنا بسألهم هل تجرؤون؟ ده واحد منهم قابلني يقول لي أنت بتكفر، قلت له كفرت مين؟ قال لي علي جمعة، قلت له أنا قلت عليه كافر؟ قال لي قلت عليه منافق. قلت له طب وأنت يعني أنت شايف أن علي جمعة مش منافق؟ ده أنا بقول لك ده نموذج ممن يتصدرون المشهد، متضايق أن أنا قلت على علي جمعة منافق. هو علي جمعة مش منافق، علي جمعة محارب للإسلام والمسلمين، ده عدو الإسلام. المنافق هذا لا يرفع سيفه على المسلمين. على فكرة لما تأتي المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافقون لم يرفعوا سيفا على الرسول، المنافقون لم يغتصبوا مسلمة، المنافقون لم يقتلوا مسلمة، ده المنافقون خلي بالك. إنما اللي يغتصب المسلمات ويقتل ويحارب المسلمين ده على طول كافر. إنما المنافقون في عهد الرسول لم يغتصبوا، لم يقتلوا، لم ينضموا لجيش الكفار، ده هم يجوا وقت الجد يخدرون المسلمين، ينسحبون من عند المسلمين، دول السلول لم يحاربوا أبدا خلي بالك يعني. لا ولذلك طيب نرجع، فهذا الفرق بين المنافقون والكفار. فنرجع، فالذي حدث ان هو قال لك خلاص نابليون بونابرت يجي. نابليون بونابرت جه، لما تقرا تاريخ الجبرتي، نابليون بونابرت جاء وقال ان الجيش الفرنسي الذي يحتلكم جيش صليبي، قال هذا جيش مسلم والشعب الفرنسي مسلم، الفرنسويه امه من المسلمين، ده في تاريخ الجبرتي. فلو كانت القيادات الشعب المصري المسلم في ذلك الوقت هي قيادات التيار الإسلامي حاليا، لقالوا للشعب إن الجيش الفرنسي المحتل الصليبي ونابليون بونابرت الصليبي إخواننا في الإسلام، وحيث أنهم إخواننا في الإسلام فإنه لا يجوز أبدا حمل السلاح ضدهم. والشعب التركي المسلم لما الخونة طلعوا كي يحتلوا تركيا المسلمة، حتى التوصيف الرسمي في الدولة التركية لجنود قوات الانقلاب العسكري أنها قوات احتلال، ده بيتظاهرون بالإسلام زينا، قال لك ولو ده أتراك وأبا عن أم، قال لك ولو. أمال ليه جنود احتلال؟ لأنهم يد للمخابرات الأمريكية. هو لابد الجيش الأمريكي يجي لابس كاوبوي وحط علم أمريكا؟ أرسل لي يده عملاء الداخل، كانوا بيسموهم روم الداخل في عهد العباسيين، فقوات عسكر الصليب هم روم الداخل. فالإخوة قيادات التيار الإسلامي الموجودة حاليا، عاوز أقول يعني المتصدرين للمشهد، في ناس شرفاء كثيرين، ولكن لأن لا معهم فلوس ولا معهم إعلام ولا معهم حاجة، بقول الشرفاء أغلبية، ولكنهم يحاربون ومقطوع عنهم ليل ليل ونهار. فكانوا سيعتبرون أن الجيش الفرنسي أخون في الإسلام، ونابليون بونابرت أخون في الإسلام، ومن ثم لا تصد دما حراما، إياك أن ترفع السلاح ضد الجيش الفرنسي المحتل لأن أخوك في الإسلام. نطلع نقول سلمية سلمية، نطلع نقول مش عارف إيه. فإذا عقيدة المرجئة هنا، طبعا الإسلام لا، ده الإسلام في القرآن الكريم، والشيخ وجد غريم شرح هذا ومشايخ آخرين شرح هذا. أنت لو مسلم بتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتصوم وتصلي وبتعمل كل حاجة، ولكنك توالي اليهود والنصارى فأنت من اليهود والنصارى. ربنا قال إيه؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من اليهود والنصارى. سيدنا أبو بكر الصديق لما منعز قالوا إحنا مسلمين وبنصلي ونصوم كل حاجة، ولكن فقط لن نزكي، قال سأقاتلكم. ما قال لهمش أنتوا إخواننا في الإسلام، مفيش الكلام ده. فكرة المعسكرين، تمام، مبدأ المعسكرين. فالذي حدث هنا أنه طالما أن أنت اعتبرت المحتل الفرنسي ده هو ولا العدو ده هو ولا العسكر الصليبي أنهم مسلمون مثلنا، يعني لو الشعب التركي المسلم طالع فقابل الدبابات وقوات الانقلاب العسكري الخائنة هذه وقالوا دول إخواتنا في الإسلام، يبقى لن تحدث يعني ما كان ليستولي على الدبابات وما كان ليطلق عليهم الرصاص. الشعب التركي قتل 104 جندي وضابط في الشارع راميا بالرصاص في 4 ساعات، يعني كل ساعة 25 واحد، يعني كل 4 دقايق يقتلوا عسكري أو ضابط في الشارع راميوا بالرصاص على طول، استسلم أو تتقتل، استسلم أو تتقتل. وعقيدة المرجئة
بالضرورة تؤدي إلى انهيار المبدأ الثاني وهو الحسم العسكري، لأنه طالما إن إحنا اعتبرنا الفصتين دول دمجناهم مع بعض أو أوجدنا الصلات بينهم، ما هو فكرة العسكري الغلبان هدف في إيه؟ إن هو بيبرع القاتل، ده القاتل ده غلبان اتعاطف معاه، يعني إيجاد صلة عاطفة. أمال أنت قنوات الضلال شغالة حرب الثورة ليل ونهار وهي تزعم نحن مع الثورة نحن ضد السيسي، لا أنتوا مع العسكر ومع السيسي. وهذا سأخصص له حلقة أخرى، كيف إنه في ناس تزعم أنها مع ضد السيسي وهي مع السيسي، ده أنا هثبتها لك بالورقة والقلم. فهو عاوز يعمل إيه؟ عاوز يوجد صلات عاطفية نفسية، صلات دم مع معسكر العسكر الصليب، فيقول لك ده أخوك، يعني في صلة دم. طبعا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الثورات والشعب التركي المسلم محدش قال الانقلابين في الشارع إخواتنا، ده أخوك. طب ما كانش أخوك إنه أخوك في الإسلام في رابطة دينية. طب لو أنتش مقتنع إن أخوك في الإسلام، طب هو عسكري غلبان، طب ما هو عسكري بيقتل ليه؟ ربنا قال إن فرعون وهامان وجنودهما، ما قالش جنود فرعون كانوا عساكر غلابة. فيش حاجة اسمها إنسان غلبان على فكرة يعني، وإلا ربنا سبحانه وتعالى بقى يبقى بيظلم الناس، إنما ربنا أعطى التكليف لمناطق أنت قادر. ويعني كان حد ضرب العسكري على يعني كانوا مسكتفوه بالإحبال، ما هو حر ومعاه السلاح ليه يوجهه ناحية المسلمين ويترك الضباط؟ أهو معاه السلاح ممكن يوجهه كده وممكن يوجهه كده، إنما هو اختار. المهم هذا موضوع آخر ولا يؤخذ به في أي دولة في العالم يعني. ما أنا بقول لك يروجون خرافات وخزعبلات. هو هل في حد في أمريكا أوباما طلع قال يا جماعة إنه جنود داعش دول غلبة؟ أوباما طلع قال كده؟ لو قال أوباما ذلك للشعب الأمريكي قال لك ده الراجل ده محتاج كشف عقل، ده ولا عقلية تعبان. فلذلك الذي يقول العسكري الغلبان، وهل أوباما يقدر يقول جنود داعش فيهم شرفاء؟ لا طبعا، كان يقول لك ده مجنون ده ولا إيه؟ ولا يقول لهم يا جماعة إن جنود داعش دول إخوانكم أمريكان، ما تنظيم الدولة من ضمن قواته أمريكان وألمان وإنجليز أصليين أبا عن أم أسلموا ودخلوا التنظيم. فهل هو قال لهم هنا لا فيه الولاء والبراء، أنت معنا ولا معهم؟ مع أمريكا أم مع تنظيم الدولة؟ مع أمريكا خلاص، مع تنظيم الدولة نقتلك. قولا واحدا، لا عسكري غلبان ولا شرفاء ولا غيره، فكرة الإيه؟ المعسكرين. فبالتالي كل من يقول العسكري غلبان فيهم شرفاء فيهم كذا، اعلموا أن هذا صاحب أجندة بنسبة كبيرة، الغالبية منهم أصحاب أجندة، فكرهم هو هدم هذه الثورة، فكرهم هو دعم عسكر الصليب، لأني تناقشت كثيرا مع هذه النوعيات وأنا مستعد أعمل معهم نقاش. اللي عاوز ينظرني منهم يتفضل، وهم الذين يرفضون أنا بقول لهم أنا جاهز، اللي عاوز ينظرني في أي شيء وأنا جاهز بالفيديوهات وبالدليل، تمام؟ فغلبت مع غلبت الذين يا جماعة أنتم مسلمين تؤمنوا بالقرآن، القرآن بيقول عكس الكلام اللي أنتم بتقولوه، بتؤمنوا بالقوانين العلمانيين والصليبيين والنصارى واليهود بيقولوا عكس الكلام اللي أنتم بتقولوه، بتؤمنوا بالعقل والمنطق، ما فيش أنتم ناس تضل عن قصد وعن عام. غلبت في النقاشات معه. فإذا هو هذا هؤلاء يريدون إيجاد يهدموا فكرة المعسكرين. طالما هدمت فكرة المعسكرين يبقى في هذه الحالة لن يكون هناك حسم عسكري، فبالتالي لابد ان احنا نهزم. عسكر الصليب بقى اوجد فكرة المعسكرين، نحن وهم، احنا شعب وانتو شعب، ثم الحسم العسكري نزل بالسلاح، ما قالش الاخوان اخواتنا، ما قالش انصار الشرعية مننا، ما قالش ان فيهم شرفاء، فيش الكلام ده، لان هما بيطبقوا القواعد اللي موجودة في العالم كله، بينما نحن رفضين نطبق هذه القواعد. فكتاب دعاء لقضاء هذا جاء لتدمير المسلمين ولتدمير التيار الإسلامي، هذه عقيدة المرجئة. الأندلس سقطت بسبب عقيدة المرجئة، لأن الجيوش التي حاصرت غرناطة كانت جيوش مسلمة وحاصرت 10 سنوات، كما غزة الآن محاصرة 10 سنوات ولا تحاصرها جيوش مسلمة. يعني هو جيش عسكر الصليب ده مش شايف حاصر في المسلمين في غزة؟ طب ما هو قوات مسلمة جاءت مع الصليبيين وحاصرت غرناطة وأسقطتها، ما هم المرجئة اللي هناك برضو قالوا لا نكفر، اللي واقفين مع الصليبيين ضد غرناطة، هم المرجئة الذين أسقطوا الأندلس، وهم اليوم الذين أسقطوا ثورة الشعب المصري المسلم، وهم اليوم الذين يسقطون غزة، وهم الذين أسقطوا الخلافة الإسلامية في اسطنبول الحرب العالمية الأولى. مش خرج ملايين المسلمين من الهند وباكستان
والحجاز ومصر والجزائر وكل هذه الدول والمغرب ليقاتلوا المسلمين في الشام والعراق وتركيا المسلمة، هل كفرهم أحد؟ قال لك لا تكفر، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمرجئة هم أيضا سبب سقوط الخلافة الإسلامية. إذن المرجئة طاعون العصر، يجب. فاللي يقول لك إحنا ما بنكفرش، أول ما ينطق الكلمة دي يقول له أنت مرجئة هم عرف أساسك. إنما القرآن لو ما فيش تكفير في الإسلام يبقى خلاص، يبقى القرآن بقى قل كل الآيات التي تحدث عن الذين كفروا نحذفها من القرآن. ولو ولو نحذف بقى آيات الولاء والبراء من القرآن. إنما نحن نقول إنه هذه مهمة العلماء، العلماء يجتمعوا ينظرون من الكافر ومن المسلم. إنما يقول لك ما فيش خونة، خلاص بقت الناس كلها يعني بسم الله ما شاء الله، ما فيش حد بيقبض بالسفارة الأمريكية، ما فيش حرامية، الناس كلها، ما هو بيقول لك ما بنكفرش، فاحنا نقول ما بنسرقش، ما فيش حد بيسرق، ما تقولش إن حد ضرب، ما تقولش إن حد سرق، ما تقولش إن حد غاش، والله الناس كلها ماشية زي الفل، الله بسم الله ما شاء الله. فمن هنا يكون واضح لنا كيف إنه كتاب دعاء القضاء روج لعقيدة المرجئة. للأسف أنا كنت واحد من هؤلاء المرجئة والحمد لله تبت. فأنا أدعو كل مسلم أن يتوب وأن ينبض عقيدة المرجئة، وأي شخصية قيادية أو غيرها تقول هذه العقيدة فورا لا تسمع ولا تسمع ولا تطيع له، وإن ممكن تتظاهر أمامه، لأن طبعا الظروف الأمنية صعبة، ممكن تتظاهر أمامه بالسمع والطاعة، لكن بينك وبين نفسك تتخذ قرارا أنه لا يجوز أبدا تولية المرجئة قيادات للمسلمين أبدا. أنا عاوز أي حد من المرجئة عاوز ينظرني، أنا مستعد أنظر أي واحد من المرجئة. ونشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقة أخرى عن كيف أنه غالبية قيادات التيار الإسلامي هي التي أنجحت انقلاب العسكري الصليبي في مصر. فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.